او الموضوع او الملف اللي تم تداوله عن فكره تصدير مصر للقطط والكلاب. وزاره الزراعه كذبت، وزاره الزراعه قالت تصريحات ورجعت قالت تصريحات اخرى، كلام كثير حقيقه. واكدت وزاره الزراعه ان دينيا وانسانيا ده بيمنعنا عن ان نقدم على تصدير الكلاب والقطط للدول اللي بتتناول لحومهم. لكن الحقيقه ظهرت اقاويل جديده على لسان الشيوخ بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن امكانيه اكلهم وان اكلهم مش حرام. يعني امبارح مثلا دكتور عباس شومان الامين العام لهيئه كبار العلماء في تصريحات له على صفحته على الفيسبوك ان من المسائل اللي بتطرح في بين الحين والاخر ولا حاجه لطرحها اصلا لما تثيره من لغط مجتمعي بلا طائل، مساله اكل لحم القطط والكلاب وما شابه زي ما حصل مؤخرا في احدى القنوات الفضائيه، وانه بيراعى في شريعتنا الذوق العام وما تقبله النفس السويه وما تبغضه. وتتغير طبعا الفتوى في المسائل الاجتهاديه، يعني كل شخص بيجتهد او بيقول من وجهة نظره. لكن في النهاية انا مش هتكلم عن فكرة تصدير الحيوانات، ده ملف وفكرة عقيمة وفكرة مرفوضة قولا واحدا ولا جدال فيها، اننا نوصل بينا الحال ان مصر ام الحضارات يوصل بيها الحال ان هي تصدر كلاب وتصدر قطط لدول تانية عشان ياكلوها، مش مصر اللي تعمل كده. ده شيء محزن الحقيقة ان اصلا الفكرة تخرج من مواطن مصري ايا كان هو كينونته ايه او ايا كان منصبه او مركزه ايه. لكن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي مش موضوع وزارة الزراعة ولا التصريحات ولا هنصدر مش هنصدر، ده ملف يعني قتل بحثا الايام اللي فاتت. انا بتكلم عن حاجة معينة، بتكلم عن ان في ظل اللغط ده كله بنلاقي أشخاص يخرجوا باجتهادات ملهاش أي لازمة. يعني ما ينفعش في وسط كل اللغط اللي حاصل ده أن أنا أخرج وأقول أصل الإمام فلان بدون ذكر أسماء قال أن ممكن، وقال استباحة أننا ممكن ناكل لحم الكلاب ولحم القطط. طب انا بالنسبه لي بقى ثانيه واحده، انا بالنسبه لي كمواطن مصري دلوقتي لما اسمع الفتوى العظيمه دي انا هستفيد ايه؟ لا بجد، ما هو اصل الفتره اللي احنا فيها دي مش فتره ان اي حد قاعد مش ليه حاجه يعملها او اي حد قاعد يطلع في دماغه فتوى يقولها. مع كل الاحترام والتقدير طبعا للشيوخ الافاضل والناس اللي فاهمه في الدين، لكن انا بتكلم فكره انه لو عندي فتوى تفيد المجتمع وتعمل الفه بين الناس وتهدي وكمان تعمل تهذيب للنفس، لان الدين اصلا اساسه ان هو يهذب النفس من ان انا مش ان انا اخلي الانسان اكثر دمويه. يعني انا دلوقتي لما اقول ادوني دقيقه بعد اذنكم، يعني انا دلوقتي لما اقول قدام طفل يسمع في التلفزيون ان اكل الكلاب ان انا اكل كلب او اكل قطه ده حلال، طب ما هو ممكن يمشي في الشارع يشوف قطه فيخنقها ويشوف كلب فيضربه. طب ما هو اللي يأذي قط وكلب دلوقتي لما يكبر ممكن يقتل بني ادم عادي جدا، ما فيش فيها اي مشكله. فاحنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ايه؟ انت الدولة بتاعتك بتحارب داعش، بتحارب الفكر الداعشي. قضية مصر مش قضية ان هي بتحارب ارهابي، لا. احنا في مصر بنحارب الفكر الداعشي، وما اي حاجة تيجي بقى تحت هذا العنوان. فما تقوليش كل لحم الكلاب وكل لحم القطط يا جماعة. يعني مش منطقي، مش منطقي التصريحات دي، الناس مش متحملة. موضوع تصدير الكلاب والقطط ده مرفوض تماما قولا واحدا، لكن الفتاوى اللي بتخرج علينا احنا مش ناقصين. بعد الفاصل صوت الناس مكامل مع حضراتكم.